تنديدي بالعدوان الذي تشنه ميليشيا حفتر الإجرامية على مدينة طرابلس. المؤسسات طالبت في دعوتها كل الأحرار والحرائر في ليبيا بحضور مظاهرات اليوم الجمعة والتي تنطلق عند الساعة 6 في مثل هذا الأثناء، وذلك دعما لعملية بركان الغضب ولطلائع الجيش الليبي والقوات المساندة لها في جبهات الوغى. طالب المركز الوطني للأرصاد الجوية المواطنين في بلدية غات بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المنخفضة وأماكن جريان الأودية. وتوقع المركز استمرار سقوط الأمطار الغزيرة المصحوبة بسحب الرعدية الجمعة على مناطق الجنوب الغربي، خاصة على مدينة غات والمناطق المجاورة لها، ما قد يتسبب في سيول وجريان الأودية وتجمع مياه الأمطار في المناطق والتجمعات السكنية المنخفضة وإغلاق بعض الطرق. هذا وتعاني مدينة غات من السيول والفيضانات خلال الأيام الماضية، مما نتج عنه مقتل العديد ونزوح الآلاف من المدينة. أفادت مصادر بتعرض مطار معتيقة الدولي لقصف بسلاح الجو التابع لميليشيا مجرم الحرب حفتر للمرة الثانية خلال 24 ساعة الماضية، ولم توضح المصادر أي معلومات عن خسائر في الأرواح. وجاء القصف ليلة الجمعة في الوقت الذي فتح فيه جسر جوي بين طرابلس وغات لنقل المساعدات لأهالي المدينة المنكوبة، الأمر الذي قد يؤخر عمليات تجهيز المعونات وشحنها جوا. استنكر المجلس الأعلى للدولة قصف قوات مجرم الحرب حفتر مطار معتيقة الدولي ومدرسة في جدايم ومستشفى ميداني بسواني، واصفا كل ذلك بالانتهاكات الخطيرة. وطالب المجلس في بيانه الخميس بعثة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والجهات ذات العلاقة باتخاذ موقف قوي وواضح من هذه الانتهاكات. في سياق آخر دعا البيان حكومة الوفاق إلى مواصلة جهودها لتوفير كل الدعم اللازم للمتضررين في مدينة غات وباقي المدن الليبية الأخرى. نهاية الموجز، دمتم في حفظ الله ورعايته.